السلام عليكم طلبة كلية الطب البيطري في مصر والوطن العربي وفي العالم كله. معكم دكتورة أمنية الشامي، ودي قناة يوميات محمد وأمنية. بنهتم أنا وزوجي بتقديم كل شيء مفيد لطلبة أو دكاترة الطب البيطري أو محبي الحيوانات الأليفة. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن muscles of the leg region of the hind limb، العضلات الموجودة في منطقة الساق الخلفية للحصان. وكالعادة تعالوا الأول نشوف الدكتور في السيكشن بيقول إيه. النهاردة هنتكلم عن المسلز بتاعت الليج ريجون. زي ما احنا شايفين الليج ريجون المنطقة اللي فيها ايه؟ اللي فيها عظمة التبيا والفيبيولا من اول الستايفل جوينت لحد الترسل جوينت، كل ده الليج ريجون. بعد كده من اول الترسل لحد الديجيت تحت سميناه ايه؟ البيس ريجون، سميناه البيس ريجون. منطقة الليج ريجون ديت فيها مجموعة من العضلات بتعمل ايه؟ اكستنشن وفليكشن للديجيت، فسميناهم اكستنسور جروب وفليكسور جروب. الاكستنسور جروب زي الفور لمب بالظبط، بتبقى حاجات بتوصل لحد الديجيت فبسميها فليكسور ديجيتورم، وحاجات بتنتهي في الترسل جوينت ما بتكملش. وهي موجوده فين؟ بما انها اكستنشن يبقى لازم تكون موجوده كرينيولاترال قدام وناحيه اللاترال. طب اللي ورا بيبقى موجود مجموعه الفليكسور. طب هميزل قدام من ورا ازاي؟ التندون الكبير اللي احنا قلنا عليه ده سميناه اكيليس تندون او كومون كالكيليان تندون، اللي ماسك في الكالكينياس، عشان كده اسمه كومون كالكينيال تندون. اللي بيعملوه ده خمس عضلات هنتعرف عليهم دلوقتي. خدنا منهم عضلتين البايسبس فومرس والسيمي تندونوزس، وهنعرف ثلاث عضلات دلوقتي من الفليكسور جروب. نبدا دلوقتي مع الاكستنسور جروب. اول حاجه عندي في الاكستنسور جروب اول عضله دي بسميها اكستنسور ديجيتورم لونجس او لونج ديجيتال اكستنسور. الاسمين سيان لاتيني او انجلش الاثنين كويسين، يبقى لونج ديجيتال اكستنسور او اكستنسور ديجيتورم لونجس. دي جايه من الاكستنسور فوسه بتاعت الفيمر، موجوده في اللاترال كوندويل، وبتنتهي تحت لحد الاكستنسور بروسيس في الثيرد فالنكس. خلاص يبقى دي لونج ديجيتال اكستنسور. على طول جنبها يبقى لاترال ديجيتال اكستنسور اهي، او اكستنسور ديجيتورم لاتراليس، برضو ادي التندون بتاعها اللي هو ده، وبيعدي الترسل جوينت وبيتحد مع مين؟ وبيتحد مع التندون بتاع اللونجس، بيتحد مع التندون بتاع اللونجس عشان يقوي، بتعمل اكستنشن برضو للديجيت. بلاقي ما بين الاثنين دولت في واحده ديجيتال ثانيه اسمها دي اكستنسور ديجيتورم بريفيز او شورت ديجيتال اكستنسور، ما بين جايه من الترسل بون وبتنتهي في التندون بتاع اللونج ديجيتال اكستنسور عشان تساعدها اسيست الاكشن بتاعها. يبقى ثلاثه ديجيتال، لونج ديجيتال اكستنسور ولاترال ديجيتال اكستنسور وشورت ديجيتال اكستنسور، الثلاثه دولت موجودين قدام. منطقة الليج ريجون، منطقة الساق دي الموجود فيها عظمتي التيبيا اند فيبيولا، عظمتي قصبة الساق والشظية، وبتبدأ من أول الستايفل جوينت مفصل العرقوب حتى التارسل جوينت مفصل الرزغ. كل المنطقة دي اسمها الليج ريجون، منطقة الساق. بعد كده من أول التارسل جوينت مفصل الرزغ حتى الديجيت الأصابع بنسميها البيس ريجون، منطقة القدم. نشوف منطقة الليج ريجون، منطقة الساق، هنلاقي فيها مجموعة من العضلات هتعمل فليكشن ثاني واكستنشن مادة لمنطقة الديجيتس الأصابع، فسميناهم فليكسور جروب مجموعة ثانية واكستنسور جروب مجموعة عضلات مادة أو باسطة. الاكستنسور جروب المجموعة الباسطة فيها عضلات توصل للديجيت للأصابع وحاجات بتوصل فقط لمنطقة التارسل جوينت مفصل الرزغ. ومجموعة الاكستنسور جروب المجموعة الباسطة بتكون كرينيولاترال أمامية ناحية الرأس ووحشية على الجانب الخارجي للرجل. لكن ورا بيكون موجود الفليكسور جروب المجموعة الثانية أو القابضة. نعرف المجموعة اللي قدام من اللي ورا ازاي؟ نميزهم بسهولة من الأكيليس تندون الوتر العرقوبي، وله اسم تاني بيسمى الكومون كالكينيال تندون الوتر العقبي المشترك، لأنه ماسك في الكالكينياس بون عظمة الكعب أو بتسمى عظمة مؤخرة القدم. ونبدأ بالعضلات اللي موجودة قدام وهي الإكستنسور جروب المجموعة الباسطة.
أول عضلة قدام وهي اللونج ديجيتال إكستنسور ماسل، العضلة الباسطة الإصبعية الطويلة، وبتسمى أيضا باللاتيني إكستنسور ديجيتورام لونجاس ماسل، نفس المعنى. وديه الأوريجين بتاعها، منشأها الإكستنسور فوسا أوف فيمر، الحفرة الباسطة لعظمة الفخذ من اللاترال كوندويل، اللقمة الجانبية لعظمة الفيمر، وبتعمل إنسيرشن بتنتهي في الإكستنسور بروسيس أوف ثيرد فالانكس، البروز الباسط للسلامي الثالث. جنبها مباشرة اللاترال ديجيت إكستنسور ماسل، العضلة الباسطة الإصبعية الوحشية، أو بتسمى الإكستنسور ديجيتورام لاتراليز ماسل، نفس المعنى. وواضح هو التندون الوتر بتاعها بيعدي التارسال جوينت، مفصل الرسغ، وبيتحد مع الوتر التندون بتاع أول عضلة قلنا عليها، وهي الإكستنسور ديجيتورام لونجاس ماسل، العضلة الإصبعية الطويلة الباسطة. العضلتين بيعملوا إكستنسور مادة أو باست للديجيت للأصابع. بنلاقي بين وتر العضلتين دول عضلة تالتة، وهي الإكستنسور ديجيتورام بريفيس ماسل، العضلة القصيرة الإصبعية الباسطة، أو لها اسم تاني بنفس المعنى وهو شورت ديجيتال إكستنسور ماسل. ودي الأوريجين بتاعها، منشأها من التارسال بون، عظم الرسغ، وبتنتهي في التندون وتر عضلة اللونج ديجيتال إكستنسور ماسل، العضلة الباسطة الإصبعية الطويلة، علشان تساعدها في الأكشن بتاعها اللي هو إكستنشن باست للديجيت الأصابع. يبقى شفنا تلات عضلات كرينيو لاترال قدام على الجهة الجانبية الخارجية، تلات عضلات. أول عضلة وهي الإكستنسور ديجيتورام لونجاس ماسل، العضلة الطويلة الإصبعية الباسطة، وتاني عضلة وهي الإكستنسور ديجيتورام لاتراليز ماسل، وتالت عضلة وهي الإكستنسور ديجيتورام بريفيس ماسل. لكن من قدام على جهة الكرينيولاترال الأمام الجانبية في خمس عضلات. تعالوا نشوف العضلتين الباقيين موجودين فين. هما خمس عضلات، العضلتين اللي باقيين. اما بشيل الديجيتال اللونج ديجيتال اكسنسور دي، بلاقي في عضله كلها تندنيس اهيت، اللي هي دي بسميها فيبيولاريس تيرشس، بسميها فيبيولاريس تيرشس. تحتها عضله فليشي بسميها تيبيالس كرينياليس، لان ده عظمه التبيه، هي موجوده قدام التبيه فبسميها تيبيالس كرينياليس. يبقى ورا اللونج ديجيتال اكسنسور في ايه؟ في عضلتين، واحده تندنيس كلها تندون اهيت، ما فيهاش فليشي خالص، ما فيهاش ماسل فايبر، دي بسميها فيبيولاريز تيرشس، وجاي نفس الاوريجين بتاع اللونج ديجيتال اكسنسور من الاكسنسور فوسا، وبتنتهي فين؟ بتنتهي هنا في التارسال جوينت. بي لو قلبنا كده عشان نشوف الكرينيال، ايوه الشكل ده، ادي اللونج ديجيتال اكسنسور، ادي الفيبيولاريز تيرشس، تحتها دي تيبيالس كرينياليس. شايفين بقى التيبيالس كرينياليس دي جايه من التبيه، من اسمها التيبيال توبريستي اهي، دي التيبيالس كرينياليس، كل دي الكرينيال بوردر بتاع التيبيا، وبتنتهي فين؟ في الترسل هنا. بس شايفين لها اتنين انسيرشن، واحد ميديال واحد دورسال، ده بينتهي في اللارجر ميتاترسل او السيرد ميتاترسل، وده بينتهي في الترسل بون ناحيه الميديال في الفيرست ترسل. الميديال تندون ده بسميه الكيونيون تندون، بسميه ايه؟ كيونيون تندون. ده بنقطعه في حاله الانفلاميشن، لما بياخد خط هنا بيبقى فيه انفلاميشن، بيبقى فيه الم كبير، فبنقطع الكيونيون تندون ده عشان خاطر يخفف الالم، او البونس بافن اللي هنا. خلاص، يبقى ده الكيونيون تندون او الميديال انسيرشن بتاع مين؟ التيبيالس كرينياليس. كذلك الفيبرالس تيرشس لها برضو دورسال برانش، اللي هو ده بيتحد او بيمسك فيه اللارج دورسال، اللارج ميتاترسال بون او السيرد ميتاترسال بون. خلاص، يبقى مهمين جدا الاثنين دولت، يبقى دولت الانسيرشن بتوع التيبيالس كرينياليس، واحد ميديال واحد دورسال. وكذلك في بيلر ترشاس ليها ايه؟ ها، واحد رايح للاترال هوت للفورس، واحد رايح للترسل الميتا ترسل بون. كذلك في بيلر ترشاس ليها اتنين انسرشن، واحد ميديال واحد دورسل زيهم بالظبط. طيب، يبقى دول الاربعه بتوعنا. لو نيجي نشوف بتوع الفليكسور بقى، اللي احنا قلناهم الخمسه بتوع مين؟ الخمسه بتوع الاكسنسور ديجيتورم او الاكسنسور جروب. تعال نشوف بقى بتوع الفليكسور. طبعا دي عضله البايسبس، دي نشيلها كده، بنلاقي العضله دي اللي هي ايه؟ ها، اول عضله اللي هي السمانه، السمانه دي اللي بسميها الجاستروكنيميس، دي كلها جاستروكنيميس. جاستروكنيميس دي تو هيدز، اللي ناحيه دي اللي هتبقى اللاترال هيد، اللاترال هيد
ولما بشيلها كده بلاقي اللي هناك دي الميديال هيد، بلاقي اللي تحت دي اللي هي الميديال هيد على الميديال سايد. ما بين الاثنين، ما بين اللاترال والميديال هيد، في عضله طالعه ما بينهم زي الساندوتش كده، بسميها فليكسور ديجيتورام سوبر فيشياليز او سوبر فيشال ديجيتال فليكسور او بلانتاريز موسل. كل دي اسماء صحيحه للعضله دي. يبقى هي اشوفها منين؟ اشوفها امتى؟ لان هي ماشيه ما بين التو هيد، تو هيدز بتوع الجاستروكنيميس، فمش هشوفها الا لما اشيل واحده من الهيدز دي. خلاص، هي بتبقى جايه من السوبرا كوندولايت فوسه، دي جايه من الفصه بتاعت الفيمر سوبرا كوندولايد، والجاستروكنيميس سواء اللاترال او الميديال جايه من السوبرا كوندولايت كريست. سوبرا كوندولايت كريست اللي هي لاترال وميديال لكل هيد. وهم دولت الاثنين دولت بيعملوا ايه؟ الثلاثه دولت بيشاركوا في تكوين الاكيليس تندون او كومون كالكينيال تندون. يبقى التو هيد بتوع الجاستروكنيميس مع التندون بتاع الفلكسور ديجيتورم سوبر فيشياليز بيعملوا ايه؟ بيشاركوا في تكوين الكومون اكيليس تندون. طيب في عضله صغيره ثانيه خالص، هي شايفينها العضله دي الصغيره دي، بسميها السوليوس ماسل. دي السوليوس ماسل بتبقى ويل ديفلوبد في الرابت، بتمسك في الهيد بتاعت او التندون بتاع اللاترال جاستروكنيميس. الجاستروكنيميس اللاترال هي التندون، بتمسك في التندون بتاعها، بسميها السوليوس ماسل. السوليوس ماسل دي جاي من الهيد بتاع الفيبيولا وبتعمل اسيست الاكشن بتاع الجاستروكنيميس. السوليوس ماسل مع الجاستروكنيميس الاثنين بسميهم ترايسيبس سوري. الترايسيبس سوري مع التندون بتاع الفليكسور ديجيتورم سوبر فيشياليز مع التندون بتاع البايسبس الهيد اللي هي تندنيوس هيد مع التندون بتاع سيمي تندونوزس، كل العضلات دي بتعمل لي الكومن اكيليس تندون او الاكيليس او الكومن كالكينيال تندون. ايه اللي عملها تاني؟ التندنيوس هيد بتاعت البايسبس فيمورس، السيمي تندونوزس، والترايسيبس سيوري اللي هم مين؟ السوليوس والتو هيد بتوع الجاستروكنيميس بالاضافه العضله الاخيره الفليكسور ديجيتورام سوبر فيشاليس. كل ده عمل لي الكومن اكيليس تندون. شفنا اول ثلاث عضلات، نشوف العضله الرابعه. هنرفع اللونج ديجيتال اكستنسور ماسل، العضله الباسطه الاصبعيه الطويله، بنلاقي رابع عضله وبتكون عباره عن وتر تندينيوس وتريه، ودي بتسمى الفيبيولاريس تيرشاس ماسل، العضله الشظويه الثالثه. نرفعها نلاقي خامس عضله وهي تبيالس كرينياليس ماسل، عضله قصبه الساق الاماميه، وهي عضله فليشي، عضله لحميه، واسمها التبيالس كرينياليس ماسل لانها موجوده قدام عظمه التبيا، عظمه قصبه الساق. يبقى تحت اللونج ديجيتال اكس تنسور ماسل العضله الباسطه الاصبعيه الطويله لقينا رابع عضله وهي عضله وتريه تماما وسميناها فيبيولاريز تيرشاس ماسل، العضله الشظويه الثالثه، ودي لها نفس الاوريجين، نفس منشا اللونج ديجيتال اكس تنسور ماسل من الاكس تنسور فوسا اوف فيمر، الحفرة الباسطة لعظمة الفيمر، وبتعمل انسيرشن بتنتهي في التارسال جوينت مفصل الرزغ. تحتها بنلاقي خامس عضلة قلنا عليها وهي التبيالس كرينياليس ماسل، عضلة قصبة الساق الأمامية، والأوريجين بتاعها منشأها التبيال تيوبريستي، بروز عظمة قصبة الساق، وبتعمل انسيرشن بتنتهي في التارسال جوينت مفصل الرزغ. لكن ناخد بالنا ان لها اتنين انسيرشن، واحد ميديال انسي وواحد دورسال ظهري، والدورسال الظهري بينتهي في السيرد ميتا تارسال بون، عظمة مشط القدم الثالث، والميديال بينتهي في الفيرست تارسال بون، اول عظم الرزغ. الميديال تندون الوتر الانسي ده بيسمى كيونيون تندون. يبقى ايه هو كيونيون تندون؟ ده الميديال انسيرشن، الانتهاء الانسي لعضله التبيالس كرينياليس ماسل، العضله الاماميه لقصبه الراس، وبرده عضله الفيبيولاريس تيرشاس ماسل العضله الشظويه الثالثه، لها دورسال برانش فرع ظهري ولها ميديال برانش فرع انسي. يبقى دلوقتي معانا خمس عضلات على الكارينيو لاترال، المنطقه الاماميه الجانبيه، وقلنا عليها دي مجموعه عضلات بسميها الاكستنسور جروب، العضلات الباسطه اول عضله وهي الاكستنسور ديجيتورام لونجاس ماسل، وثاني عضله وهي الاكستنسور ديجيتورام لاتراليز ماسل، وتالت عضلة وهي الإكستنسور ديجيتورام بريفيس ماسل، ورابع عضلة وهي الفيبيولاريس تيرشاس ماسل، وخامس عضلة وهي التبياليس كرينياليس ماسل.
اللي فاهم اي حاجة يعمل لايك ويكتب لي في التعليقات ويقول لي ايه هي اسماء الخمس عضلات الموجودين على الكرينيو لاترال بوردر، الحد الامامي الجانبي للليج ريجون، منطقة الساق في الهايند ليمب. ودلوقتي نبدأ في الفليكسور جروب، المجموعة القابضة او الثانية. اول عضلة وهي الجاستروكينيميوس ماسل، عضلة الساق، وبتسمى عضلة السمانة، وبيطلق عليها البايسبس ماسل، العضلة ذات الرأسين، لأن فعلا لها رأسين، لاترال هيد رأس جانبي، وما نرفع اللاترال هيد هنلاقي تحتها الميديال هيد الرأس الأنسي. يبقى كده أول عضلة وهي الجاستروكينيميوس ماسل، عضلة الساق أو عضلة السمانة، لها اسم تاني وهي البايسبس ماسل، العضلة ذات الرأسين، لأن لها فعلا رأسين، لاترال هيد رأس جانبي وميديال هيد رأس أنسي. نشوف تاني عضلة هنلاقيها بين الميديال واللاترال هيد الرأس الأنسي والوحشي، لعضلة الجاستروكينيميوس ماسل عضلة الساق. بينهم نلاقي تاني عضلة وهي الفليكسور ديجيتورم سوبر فيشياليز ماسل، العضلة السطحية الإصبعية القابضة، أو نقول عليها السوبر فيشيال ديجيتال فليكسور ماسل بنفس المعنى. ودي الأورجين بتاعها، منشأها من السوبرا كونديلويد فوسا أو فيمر، الحفرة فوق اللقمة لعظمة الفخذ. والجاستروكينيميوس ماسل عضلة الساق، الأورجين بتاعها منشأها من السوبرا كونديلويد كريست، قمة فوق اللقمة لعظمة الفيمر، عظمة الفخذ. والعضلتين دول وهما الجاستروكينيميوس ماسل عضلة الساق والفليكسور ديجيتورم سوبر فيشياليز ماسل العضلة الإصبعية القابضة، بيشاركوا في تكوين الأكيل ستندون، وتر العرقوب، أو له اسم تاني وهو الكومون كالكينيال تندون، الوتر العقبي المشترك. ثالث عضلة وراء في مجموعة الفليكسور جروب، المجموعة القابضة، وهي السوليوس ماسل عضلة النعل، ودي بتكون واضحة جدا والديفولوبد في الرابط الأرنب. والسوليوس ماسل العضلة النعلية بتمسك في التندون اوف لاترال جاستروكينيميوس ماسل، وتر عضلة الساق الجانبي. والأوريجين بتاع السوليوس ماسل العضلة النعلية بتيجي من هيد اوف فيبيولا رأس عظمة الشظية. والسوليوس ماسل العضلة النعلية مع الجاستروكينيميوس ماسل عضلة الساق، الاتنين مع بعض بسميهم ترايسيبس سيوري ماسل، العضلة الثلاثية الرؤوس الربلية. دلوقتي تعالوا نشوف الأكيل ستندون، وتر العرقوب، أو الكومن كالكينيال تندون، الوتر العقبي المشترك، بيتكون من إيه؟ بيتكون من واحد تندينيوس هيد أوف بايسيبس فيموريز ماسل، الرأس الوتري للعضلة ذات الرأسين الفخذية. تاني حاجة من السيمي تندينوزيس ماسل، العضلة النصف وترية. تالت حاجة بتكون من الترايسيبس سيوري ماسل، العضلة ثلاثية الرؤوس الربلية. رابع حاجة وهي فليكسور ديجيتورم سوبر فيشياليز ماسل، العضلة السطحية الإصبعية القابضة، دول اللي بيعملوا الأكيلس تندون، وتر العرقوب. تاني نقول الأكيلس تندون بيتكون من التندينيوس هيد أوف بايسيبس فيموريز ماسل، والسيمي تندينوزيس ماسل، والترايسيبس سيوري ماسل، والفليكسور ديجيتورم سوبر فيشياليز ماسل. تحفظهم زي اسمك، بتتسألوا فيهم كتير. طيب نكمل نشوف السوبر الفليكسور ديجيتورم بروفوندس بقى، او الديب ديجيتال فليكسور، هم فين؟ ليها 3 هيد. الديب ديجيتال فليكسور او فليكسور ديجيتورم بروفوندس دي ليها 3 هيد. السوبرفيشال هيد دهيت دي اللي ورا دي، واللي بسميها التيبيالز كوداليز. بسميها ايه؟ بسميها تيبيالز كوداليز، بما ان دي ها التيبيالز كرنياليز يبقى دي التيبيالز كوداليز. ومعاها الكبيره دي الديب هيد، بشوفها هنا برضو، بسميها الهالوزس لونجس او الفليكسور ديجيتورم وان لونجس، او فليكسور ديجيتورم وان لونجس. يبقى اسمها جديد هالوزس لونجس او ايه فليكسور ديجيتورم وان لونجس. طب ودي مين اللي هي التيبيالز كوداليز او السوبرفيشال هيد بتاعت الديب ديجيتال فليكسور تندون؟ نقلب على الميديال سايد نشوف الحاجات دي هناك.
تعالى الميديال سايد هنشوف ايه. ادي الميديال هيد بتاعت الجاستروكنيميس، دي الميديال هيد بتاعت الجاستروكنيميس اهي يا شباب، دي خلاص، دي بقى اللي هي الميديال هيد بتاعت الديب ديجيتال فليكسور تندون، او بسميها لونجس ديجيتال فليكسور او فليكسور ديجيتورام لونجس. خلاص طيب، العضله اللي باقيه معايا هتبقى مين؟ دي عضله بوبلوتياس ماسل، هتبقى عضله البوبلوتياس ماسل، كل دي كده موجوده على البوبلوتيال لاين في الكود الاسبكت بتاع التيبيا، اللي هي دي اسمها بوبلوتياس ماسل، وهي جايه من البوبلوتيال فوسا او نوتش اللي جنب الاكسنسور فوسا جنب الفيمر، اللي جنب في اللاترال ايبيكوندويل، اللاترال كوندول ايبيكوندول بتاع الفيمر. خلاص، وبتعمل فليكشن لفيمروباتيلر فيمورتيبيال جوينت، فيمورتيبيال جوينت. يبقى ده الكومن اكيلس تندون من ورا، ده فراغ اهوت، ده التيبيال نيرف، ده الميديال هيد بتاعت دي ديجيتال فليكسور تندون، دي الكودال هيد او السوبرفيشال هيد اللي هي تيبيالس كوداليس، ودي الهالوزس لونجس او فليكسور ديجيتورام وان لونجس. والقدام طبعا بلاقي دي اللونج ديجيتال اكسنسور، ودي اللي هي تيبيالس كرينياليس، وقدامها دي فيبولاريس تيرشس، فيبولاريس تيرشس. اللاترال ديجيتال اكسنسور بتبان من الناحيه الثانيه. طب لو نزلنا تحت هنا بنشوف ايه في منطقه البيس ريجون، من ورا بشوف السوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندون والديب ديجيتال فليكسور تندون والانتر اوسس ميدياس ماسل او سسبنسور ليجمنت زي الترم الاولاني بالظبط. ومن قدام بلاقي ايه؟ ها بلاقي التندون بتاع مين؟ الكومون اللونج ديجيتال اكسنسور تندون واللاترال ديجيتال اكسنسور تندون، وبينهم العضله اللي هي بريفيس اكسنسور ديجيتورام بريفيس. يبقى احنا كده خلصنا مجموعه الليكس، العضلات اللي موجوده في الليج اكستنسور فليكس. ونكمل نشوف الفليكسور ديجيتورام بروفانتس ماسل، العضله الاصبعيه العميقه القابضه او بتسمى ديب ديجيتال فليكسور ماسل، تحمل نفس المعنى. العضله دي لها 3 هيد، 3 رؤوس. اول هيد وهي السوبرفيشال هيد، راس سطحيه، وبتسمى التيبيالس كوداليس ماسل، عضله قصبه الساق الزيليه. وتاني هيد وهي الديب هيد، الراس العميقه، بتكون كبيره، ودي اسمها فليكسور هاليسس لونجس ماسل، العضله المثنيه الطويله لاصبع القدم، ولها اسم تاني وهو الفليكسور ديجيتورام وان لونجس ماسل. وتالت هيد وهي الميديال هيد، لكن الدكتور هنا ما وضحهاش. اذا الفليكسور ديجيتورام بروفاندس ماسل العضله الاصبعيه العميقه القابضه لها 3 هيد، قلنا اول هيد وهي سوبرفيشال هيد، راس سطحيه، تاني هيد وهي الديب هيد، راس عميقه، وتالت هيد وهي الميديال هيد، راس انسيه. والدكتور هنا بيقلب العينة على الميديال سايد الجهة الأنسية، وهنا الدكتور بيوضح لي ميديال هيد اوف جاستروكنيميوس ماسل، الرأس الأنسية لعضلة الساق، ودي الميديال هيد اوف ديب ديجيتال فليكسور تندون، الرأس الأنسية للعضلة الثانية الإصبعية العميقة، ولها اسم تاني وهو اللونجس ديجيتال فليكسور ماسل او الفليكسور ديجيتورام لونجس ماسل، العضلة الطويلة الإصبعية القابضة، ودي عضلة البوبلوتياس ماسل، العضلة المقبضية، ودي موجودة على الكود الأسبكت الجهة الخلفية من عظمة التيبيا، عظمة قصبة الساق، والأورجين بتاعها منشأها من البوبلوتيا الفصة الحفرة المقبضية اللي جنب الإكستنسور فصة الحفرة الباسطة اللي هي اللاترال إبيكوندويل أوفيمر، اللقمة الوحشية لعظمة الفخذ، وبتعمل فليكشن ثانية للفيمروتيبيال جوينت، مفصل عظمة الفخذ والساق. والدكتور بيورينا الأكيلس تندون، وتر العرقوب أو الكومن كالكينيال تندون، الوتر العقبي المشترك، ثم التيبيال نيرف، عصب قصبة الساق، ثم الميديال هيد أوف ديجيتال فليكسور تندون، الرأس الأنسي للوتر الإصبعي القابض، ودي السوبرفيشال هيد، الرأس السطحية اللي هي التيبيالس كوداليس ماسل، العضلة الزيلية لقصبة الساق، ودي الفليكسور هاليسس لونجس ماسل، العضلة الثانية الطويلة لإصبع القدم، ولها اسم تاني وهو الفليكسور ديجيتورام وان لونجس ماسل. وقدام فيه اللونج ديجيتال اكستنسور ماسل، العضلة الطويلة الباسطة الإصبعية،
ودي التبياليس كرينياليس ماسل، العضلة الأمامية لقصبة الساق، وهدي الفيبيولاريس تيرشياس ماسل، العضلة الشظوية الثالثة. وننزل تحت في منطقة البيس ريجون، منطقة القدم، من وراء هنلاقي السوبرفيشيال ديجيتال فليكسور تندون، الوتر القابض الإصبعي السطحي، ووراه فيه الديب ديجيتال فليكسور تندون، الوتر القابض الإصبعي العميق، ثم الانتر أوسياس ميديا مصل، العضلة الأنسية بين العظمية أو السسبنسوري ليجامنت، الرباط المعلق. نشوف من قدام في منطقة البيس ريجون، منطقة القدم، بيكون موجود اللونج ديجيتال إكستنسور تندون، الوتر الباسط الإصبعي الطويل، واللاترال ديجيتال إكستنسور تندون، الوتر الباسط الإصبعي الوحشي، وبينهم هنلاقي الإكستنسور ديجيتورام بريفيس ماسل، العضلة القصيرة الإصبعية الباسطة. كده نكون خلصنا كل العضلات الموجودة في الليج ريجون، سواء الإكستنسور جروب أو الفليكسور جروب. واللي فهم أي حاجة يعمل لايك، واللي ما فهمش أي حاجة من حقك طبعا تعمل ديسلايك وتسيب لي تعليق عشان أحس إن في تفاعل على الفيديو. والفيديو اللي جاي إن شاء الله هكمل الفيميل جينيتال سيستم على قناتنا التانية، قناة محبي الله ورسوله. واللي لسه ما وصلهاش كالعادة هسيب لكم لينك القناة في الديسكريبشن وفي التعليق المثبت. واتمنى لكم كلكم النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.